اختتمت جمعية بوفكرا للقنس والرماية مساء يوم الأحد 24 مارس 2019 فعاليات النسخة السادسة من دور رماية الصحون التي شهدت مشاركة 142 متباركا فاز منهم 15 مشاركا ووزعت عليهم جوائز قيمة على رأسها الجائزة الكبرى عبارة عن دراجات نارية. واضطر المتبرون إلى خوض منازلات ثنائية ورباعية لتحديد الرتب التي تلي المرتبة الأولى التي فاز بها بن سلام بارك قادما من مدينة تمارة. كنشكر هذه الجمعية اللي استضفنا هذا النهار مع الرومات الحمد لله وداز واحد النهار فوز داز تبارك الله من جهة كل شيء رائع. وكنشكروا الشركه ديال هاد سميت الشركه سيكوترام اللي هي عطاتنا هاد الهديه كنشكروهم والله يكثر خيرهم وهذا الشيء راه الحمد لله رائع والله يكثر خيركم جميع وكنشكروكم والله ينصر سيدنا وهذا الشيء اللي غنقول لكم. وعلى هذا النهار الحمد لله اللي داز في امان الله وحفظه وداز الامور بخير وعلى خير وتفرقوا جوائز الحمد لله في المستوى جميع الرومات وكانت اكثر من 140 قناص 170 الحمد لله مشارك اللي كانت وكانت الامور دازت بالسلام وحضروا جميع الناس وكنشكر الجميع وحنا ان شاء الله في التقدم في هذا في هذا في هذا في هذا الرياضه ان شاء الله وفي هذا الدوري السنوي ونتمنوا التوفيق للجميع ان شاء الله ونطلبوا من الله السلامه للجميع وكل شيء داز بخير الحمد لله كل شيء في امان الله وحفظه. واعلنت المسؤوله عن وكاله اليونس للتامين أن وكالتها تتبرع بثلاثة أشهر تأمينا للفائز بالدراجة النارية مجانا. كنزا تريوي أجون جينيرال داجونس بيبفيس أسورانس دو لا كومباني أليانز. حنايا جينا هنايا انفيتي من طرف الجمعية القنص والرماية ديال بوفكران. هذه الجمعية كتميز سورتو في لاسورانس ديال إرسي شاس. جينا هنايا نقترحوا لي برودوي ديالنا على الناس اللي مهتمين بزاف بعروض ديال التأمين. وحضرت شخصية وازنة اختتام الفعاليات على رأسها عبد العالي الدحمانك القائد الجهوي للدرك الملكي بسطات وآخرون. هذه رابع سنة باش كنشارك مع جمعية بوفكران اللي كتعتبر من أحسن الجمعيات على صعيد الجهة. الحمد لله ثلاث ايام دازت الامور على ما يرام من ناحيه التنظيم من ناحيه السلطات اللي الحمد لله قامت بالدور ديالها على احسن ما يرام المسيرين الاصدقاء ديالنا الرومات همايا وكنبغي نشكر العامل السيد العامل اقليم برشيد سطات وكنبغي نشكر السي متوكل اللي واقف على هذه الجمعيه هذه من ناحية التنظيم تسير أمور مادية أمور كل شيء زعما كاين ما تيقصروش من جهدهم النائب ديالو السي الحاج مكاوي وجميع العناصر اللي معاهم الحمد لله. وتميزت أجواء النسخة السادسة بحسن التنظيم والاستقبال وتمت تلاوة الفاتحة في الأخير حيث وعد مسؤولو الجمعية الجميع بالمزيد من التميز.